وينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين للحديث حول بيان الهيئة بشأن اتفاق التطبيع بين المنامة والكيان الصهيوني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني بيان الهيئة قال إن الاتفاق التطبيعي خطوة غير مبررة بأي شكل من الأشكال، لكن لماذا غير مبررة في ظل التحديات الهائلة التي تواجه دول المنطقة خاصة دول الخليج العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين. بداية، حقيقة مثل هذه الخطوة خطوة مؤسفة، فهي مرحلة من المراحل التي تمر بها هذه الأمة في فرقتها وتمزقها وضعفها، وسبب ضعفها ليس من قلة إمكانياتها وإنما بسبب هذا التفتت وهذا التفرق وبسبب هذه المواقف الجزئية والانفرادية التي لا يؤخذ فيها بنظر الاعتبار مصلحة الأمة كجمعة. الواقع الوقائع الموجودة اليوم هي التي تدلل على أنه لا يوجد مبرر مثل هذه الخطوة. فالكيان الصهيوني اليوم هو كيان غاصب ويقوم باعتداءاته ومستمر باعتداءاته وتزايد هذه الاعتداءات على شعبنا الفلسطيني فضلا عن اعتداءاته على الأمة جمعاء. ولذا ما ذكر في هذا القرار أو في مثل هذه القرار ما جاء على ألسنة السياسيين من هذه الدولة ومن قبلها بدولة الإمارات من أنه يحقق السلم وفي المنطقة وغيرها، الوقائع على الأرض تخالف وتناقض مثل هذا الأمر. طيب، لأنه الكيان الصهيوني تتصاعد أعمال إرهابه ضد أبنائنا في فلسطين وفي غيرها. دكتور عبد الحميد، أيضا جاء في البيان أن هذا التطبيع لن يخدم البحرين وشعبها، وبالتالي هو سيصب في مصلحة الكيان الصهيوني. كيف سيصب في مصلحة الاحتلال فقط؟ يعني لأنه أولا ماذا سيقدم الكيان الصهيوني للبحرين تحديدا؟ ماذا سيقدم لهم؟ لا يوجد بينهم لا مشاكل لا حدود، ولا هنالك صراع أو مسألة خلافية جزئية بينهما كدولتين. نتكلم الخلاف بين الكيان الصهيوني وبين الأمة جمعاء من حيث اعتدائه على مقدساتنا وعلى أرضنا وعلى شعبنا ذلك في فلسطين. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الكيان الصهيوني سينتفع من مثل هذا القرار في أنه تعزيز لوجوده واعتراف بوجوده، ومعنى ذلك أن كل المطالبات السابقة التي كانت تطالب بها الجامعة العربية والدول هذه العربية وما يطالب به الشعب الفلسطيني من حقوقه، معنى ذلك أنه تنسى هذه الحقوق، وكأنه اعتراف بحق الكيان الصهيوني بهذه الأراضي التي اعتدى عليها وبهذه المستوطنات التي أقامها على أراضي أبناء شعبنا الفلسطيني وما يقوم به من اعتداءات أخرى ومنها على المسجد الأقصى. طيب دكتور، هل تعتقد أن الشعوب العربية والإسلامية وأيضا القوى الشعبية الحية هي المعول عليها في مواجهة العدو الصهيوني، وأيضا هذه الهرولة العربية إن صح التعبير لمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ بلا شك، بعد الله سبحانه وتعالى لا تعويل على المؤسسات الرسمية. نعم. وخير دليل على ذلك أننا لم نسمع بالجامعة العربية تنبس ببنت شفا لا على مثل هذا القرار ولا على شبيهه الذي سبقه قبل أيام من دولة الإمارات الشقيقة. هذه الشعوب العربية هي التي ترفض مثل هذه القرارات وتفرض إرادتها وترفع صوتها وتفرض إرادتها على الحكومات، على الدول العربية جميعا، على المؤسسة الرسمية جميعا لتحقيق العدالة، لأنه الشعوب العربية لا تزال تنظر إلى المسألة بنظرة مبدئية بعيدا عن وعود الغربي أو حماية الغربي، الوعود الحماية المتوهمة وليس الحماية الحقيقية. طيب دكتور عبد الحميد، هل ما زال بالإمكان أن القضية الفلسطينية ستبقى هي قضية الأمة المركزية في عقول وجدان الأمة العربية على الرغم من كل ما يجري من تطبيع مع الاحتلال الصهيوني؟ هذا ما نلمسه حقيقة من ردود أفعال شعبية ولا سيما على مستوى المثقفين والدعاة والمفكرين والنخب حقيقة. بعيدا طبعا هنالك نماذج للأسف مقبلة للحكومات وللأنظمة الرسمية، لكن نتكلم عن التيار الحقيقي
تيار يعني الذي يمثل ضمير الأمة، فلا تزال القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية. ولذا هنا لا بد من ديمومة هذه القناعة وهذه الأفكار، ويتم ذلك أيضا من خلال وسائل الإعلام النظيفة التي عهدناها أنها دائما تساند قضايا الأمة الرئيسية. من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.